أهلا بيكم يا أصدقاء، أنا كيمو وأنا بيزو. النهاردة هنعرفكم الألوان الأساسية. تابعونا. أحمر أحمر أخضر أخضر أصفر أصفر أزرق أزرق بني بني برتقالي برتقالي اسود اسود بنفسجي بنفسجي أبيض أبيض وردي وردي. دلوقتي يا أصدقاء أسأل ميزو عن أشياء ملونة بالألوان الأساسية. ثلاث أشياء ملونة باللون الأحمر. فراولة رمان ثلاث أشياء ملونة باللون الأخضر خيار كرم جرجير ثلاث أشياء ملونة باللون الأصفر موز جوافة ليمون ثلاث أشياء ملونة باللون الأزرق وردة مياه سماء ثلاث أشياء ملونة باللون البني شوكولاتة غصن شجرة كبدة ثلاث أشياء ملونة باللون البرتقالي
جزر، برتقال، توت. ثلاث أشياء ملونة باللون الأسود. باذنجان، عنب، زرقوق. ثلاث أشياء ملونة باللون البنفسجي. فراشة، ورد. لبن، بيض، باذنجان أبيض. ثلاث أشياء ملونة باللون الوردي. ورد، حذاء وردي، ساعة وردي. خلصت حلقتنا النهاردة، وانتظرونا الحلقة الجاية مع مواضيع جديدة مع كيمو وميزو. ومتنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك عشان تشوفوا كل حلقة.